مرحبا بكم أصدقائي، السلام عليكم. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في صحة جيدة. يعني توصلت في الآونة الأخيرة يعني بعدد هائل من الرسائل التي تتحدث عن الخجل، عن أشخاص صراحة تضيع منهم يوميا فرص كبيرة كبيرة جدا بسبب الخجل، فرص في إيجاد عمل، فرص في إيجاد أو نسج علاقات مع ناس آخرين. يعني أشخاص ليس لهم أصدقاء، ليس لهم أصدقاء. واحد قال لي يعني يعيش وحدة كبيرة ويتمنى الموت، يعني يتمنى أن يكون في قبره ولا يعيش هذه الحياة الوحدانية التي يعيشها. صراحة لم أكن أتوقع بكل صدق بأن عدد كبير من الإخوة يعانون أيضا من هذا الأمر، من هذه الظاهرة الخطيرة التي كما قلت في أحد الفيديوهات هي فقط ظاهرة نفسية، فهي ليست مرض نفسي. بعض الأشخاص سيقول لي لماذا هي فقط ظاهرة نفسية وليست مرض نفسي؟ لأن المرض النفسي يولد مع الإنسان، أو المرض النفسي يتولد عبر بعض يعني الأشياء التي حدثت للشخص. ويعني كي يتغلب على هذا المرض النفسي يلزمه جلسات طويلة مع الطبيب النفسي. لكن الخجل هو فقط حالة نفسية. أنا أيضا كنت أخبرتكم بذلك، كنت أيضا أعاني من الخجل. وغالبا الخجل يأتي من التربية، يعني من عند آبائنا ومن عند أمهاتنا ومن عند المجتمع. يعني مجتمعنا العربي وتقاليدنا هي التي تجعل آبائنا يخافون علينا، يعني يخافون علينا بشكل كبير. لا تتحدث مع شخص لا تعرفه، اجلس واهدأ، لا تنظر في عين الإنسان، لا تتكلم بصوت مرتفع، لا تقم بذلك، لا تتشاجر مع الناس، لا تعمل كذا وكذا. وعندما يعني عندما يكون الطفل صغيرا ودائما يسمع من عند أبائه كلام اجلس، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، فإنه بداخله يصبح إنسانا وحدانيا وإنسانا يعني منعزلا. وعندما يأتي الشخص إلى المراهقة فيكون الأمر صعبا، لأنه في المراهقة إما الفتاة تريد أن تصبح يعني امرأة تحس بنفسها إلى آخره، والولد الذي كان طفل يصبح رجلا ويريد أن يعيش الرجولة إلى آخره. لكن بسبب التربية وبسبب أمور عاشها الطفل الصغير تتولد فيه يعني الخوف، وهذا الخوف هو الذي يسبب الخجل. فأنا أيضا كنت خجول، كنت أخجل يعني في الجامعة أن أقول رأيي في أحد المواد أو في القسم كانت عندي الإجابة الصحيحة، فأخجل أن أشارك وأقول رأيي. عندما كنت أذهب وبحثت عن العمل أيضا كنت أخجل، كنت أصاب بالعرق وأصبح يعني وجهي يصبح أحمر عندما يحدثني ناس يعني لا أعرفهم في الشارع أو يسألونني لا أعرف كيف أتعامل معهم. لكن عندما أتيت للدراسة في أوروبا في ألمانيا يعني كنت إنسان يعني وحيد الآن، يعني أنا وحيد، لا توجد أمي ولا يوجد أبي معي ولا يوجد معي يعني إخواني ولا أصدقائي. فكان لازم علي أن أندمج، كان لازم علي أن أندمج في هذا المجتمع، كان لازم علي أن أجد أصدقاء، كان لازم علي أن أجد عمل. فهذا هو الشيء الذي جعلني أخرج خارج البيت، أخرج وأشارك الناس وأتعرف على الناس وأعاشر الناس. وعند المعاشرة وعندما تتحدث مع ناس كثر تتعرف على ناس وتقضي تدريجيا على الخجل. فللقضاء على الخوف أو الخجل تحتاجون إلى الصبر، لذلك يعني أنا احتجت أيضا إلى صبر كبير، فلم أقضي عليه من يوم وليلة. احتجت سنوات، شهور، يعني سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات إلى أن قضيت عليه تدريجيا. لأنه في بعض الأحيان أنت والخجل، يجب واحد فيكم سينتصر على الآخر. إن انتصر الخجل علي فسأصبح فاشلا، لأني وحيد، أنا وحيد في الغربة، يجب علي أن أقضي على الخجل كي أندمج في ثقافة المجتمع الألماني، كي أندمج في ثقافة الناس يعني الألمان، كي يكون لي أصدقاء. حتى العرب الذين هنا ليسوا من بلدي،
أو البلد الذي أنا قادم منه هم عرب من مناطق أخرى، فأنا من المغرب الكبير، وتقريبا عقليتنا نحن في المغرب الكبير، يعني تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا وموريتانيا لا تشبه عقلية إخواننا في أرض الكنانة، يعني المصريين والسودانيين، وعقلية المصريين والسودانيين تختلف عن عقلية إخواننا في الخليج العربي، وإخواننا في الخليج العربي عقليتهم تختلف عن إخواننا في الشام والعراق وأهل العراق إلى آخره. فالعقليات مختلفة حسب الثقافات المتواجدة. فمثلا نحن عندنا في المغرب الكبير ثقافة ومزدوجة بين الأمازيغ وبين العرب إلى آخره، وفي المشرق العربي هناك ثقافة مزدوجة بين الأكراد وبين العرب وهكذا. فكانت يعني حتى العرب كانت صعوبة، لكن تدريجيا وبالصبر وتعودوا أن تتحدثوا مع ناس لا تعرفونهم، لا تخشى يعني أن تسأل شخصا لا تعرفه، حاول دائما أن تذهب عند شخص لا تعرفه واسأل، وحاول إذا كان دائما أبوك وأمك هو الذي يقوم بالتسوق، حاول أن تبدأ أنت من يبدأ بالتسوق، منها تساعد أمك لأن أمك ستفرح، وتساعد أباك لأن أباك سيفرح، وستذهب عند أمك وتقول لها ابتداء من الآن أرسليني مرة في الأسبوع إلى السوق كي أتسوق، وتذهب أنت إلى السوق وتحمل معك النقود وتشري الطماطم وكذا وكذا. في البداية ستعمل أخطاء لأن البائع يمكن أن يعطيك يعني طماطم ليست جيدة، أو يعطيك تفاح ليس جيد، أو بطاطس ليس جيدة، وأنت ستخجل أن تقول له لا أنا لا أريدها، لكن مع الوقت وتدريجيا أصدقائي ستحس يعني بشيء من الثقة في النفس، وتقول له لا أريد فقط طماطم جيدة، وإذا ذهبت عنده لتشتري اللحم أريد لحما قليل من يعني الشحمة وقليل من العظام وكذا وكذا، وتبدأ إذن إذا حاولوا أن تذهبوا أنتم إلى التسوق، حاولوا أن تسألوا أشخاص لا تعرفونهم، إذا كان أبوك أو أمك هو من يعني يذهب إلى الإدارة من أجل كذا وكذا، حاول أنت أن تذهب إلى الإدارة وإلى المصالح إلى آخره، حاولوا أن تتكلموا مع ناس أنتم لا تعرفونهم وتجهلونهم، حاول أن تبدأ بالابتسامة وتبتسم في وجه أي شخص، إذا كان شخص مارا مع كلب أو إلى آخره فتسأله ما هذا الكلب من أي نوع هو كذا وكذا، وتبدأ معه الحوار. إذا كان شخص يقرأ في أحد الكتب ممكن أن توقف وتقول له أستسمح، كنت فقط أريد أن أسألك عن هذا الكتاب، أين اشتريته، هل هو كتاب مميز، وهو يبدأ يتحدث معك بطريقة غير مباشرة، تبدأ الحوار مع ناس أنت لا تعرفهم، وبهذه الطريقة ستستطيعون تدريجيا القضاء على الخجل بصفة نهائية، لأن الخجل هو ظاهرة نفسية، وأنا لا أقول هذا يعني كلاما كذا، أنا أقول هذا عن علم، لأن اختصاصي هو اختصاص في المجال علم النفس والطب النفسي والمعالجة النفسية، فهذا هو اختصاصي أصدقائي. لذلك هذا الكلام الذي أقوله لكم ليس بكلام يعني غير موزون أو غير مدروس. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وكما قلت لكم تدريجيا تحدثوا مع ناس لا تعرفونهم، وإن شاء الله سيكون الخير وستقضون على الخجل وعلى الخوف بصفة نهائية. أشكركم أصدقائي وإلى اللقاء، وسأكون شاكرا أعطيتني لايك وقمت بنشر هذا الفيديو كي تعم الفائدة على الجميع. أشكركم أصدقائي وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء.